العجينة الخارجية لحلاوة الجبن، هي العجينة الصفراء اللي بلفوا فيها حلاوة الجبن المميزة. بنحتاج لكمية منيحة، كوب ونص سميد ناعم فرخة، نص كوب سكر، كوب ونص ماء ساخن حار لازم يكون، شوية ماء زهر، 400 غرام جبنة موزاريلا، وسكينة منشان نبشر فيها الجبنة الموزاريلا. هي جبنة الموزاريلا تحضيري أنا بالبيت، ببقى فرجيكم طريقة عملها. وشلة جبنة محلاية، جبنة شلل محلاية بدنا نضيفها للعجينة. هاي هي كل المقادير اللي بنحتاجها. الماء الفاتر. هلا نشتغل بالعجينة الخارجية. أول شيء بنعمله بننزل الماء الفاتر، ننزل فوقهم السكر، ننتظر لتبلش تغلي المي. هلا الماء بلش يفور، بننتظر عليه شوي، شي 5 دقايق، منشان بدنا يصير سميك مثل الشيرة. هلا السميد اللي نستعمله سميد ناعم فرخة. أحيانا تختلف جودة السميد من مصنع لمصنع ومن بلد لبلد. المقادير عم بعطيكم إياها، إذا اختلفت حسيت إنه السميد كان كتير أكثر من المي فيكن تزودوا شوية مي للعجينة أولا. يعني هلا أول ما بنضيف السميد، إذا لقينا السميد كان كتير بنضيف شوية مي صغيرة قبل ما نكمل شغل. كان تمام، كل شيء أمورنا تمام. هلا داب السكر تماما، هلا راح ضيف السميد. هلا السميد لسه ما استويت، راح ضيف له شوية مي صغيرة، ما تقلقوا. انتوا اذا صار معكم نفس الشيء بتعملوه. لبين ما تدوقوا سميدة تلاقوها مستوية ما تقرط وتتم. انا هفرجيكم طريقة للشخص اللي اول مرة بيعملها مشان ما يتلبك. قالك واخ طلع السميد مرزرز، طلعت العجينة عم تقرط وتتم، هيك طلعت معكم السميدة ما انا مستوية. دوقوها لسه بدها مي. رشة مي، نزلوا شوي شوي مي. هلا هيك حاجتها، بنضيف فوقها الجبنة. عندي أول شي بدي أضيف جبنة الموزاريلا فرمتها، بدي أضيف فوقها جبنة الشلل المحلاية. انتبهوا ما تكون بدون حبة بركة، ونحرك. الله بلشت فيه ريحة الجبنة، شوفوا كيف عملت خيوط، ضلوا حركوا فيها لتختفى الخيوط. حركوا فيها بنشاط لبين ما استوى. لا توجعكم ايدكم انتوا عم تحركوا. اختفت الخطوط، هلا صارت العجينة جاهزة للمدة، بنستمتع بأكلة. راح اطفي النار عليها، نكمل طريقة التحضير. هلا اول شيء بننزل العجينة، انتبهوا عليها سخنة كتير. بتنزلوا العجينة على بلاستيكة ورق مشان نمدها ونقصقصها. انتبهوا ما تحرقوا ايديكم. اول شيء حطوا عليها شوية قطر، اظن هاي بدي اعملها على دفعتين لاني كتيرة. حاولوا تعملوها على شكل مستطيل مشان تنمد معكم بالشوبك. هلا بنجيب الشوبك وبنحاول نمدها عمهلنا. ندهنوا الشوبك دبق قطر مشان ما يلزق ويعذبنا. نتف بعدين معكم.
هلا بنجي على حشوة، بنجي كيف نحشيها. هلا هلا عندي القشطة جاهزة، تاخدوها هيك تقصوها هالقصة هي وبتحطوها حطة واحدة. نجي بنلف النايلون. عرفتوا ليش النايلون بنحتاجه؟ عرفتوا ليش حطيناها بنايلون؟ بنسكر عليها التسكيرة هي. هذا شغل المحلات تبعون حلب، حتى بتلاقوه إذا فتوا على سلورة بتلاقوه حيططهم بالبراد هنن والنايلون تبعون. ومنقصة بالمشرط، ما تفكوا النايلون عنا إلا بعد ما نبرده. أول وحدة جاهزة. وهي حلاوة الجبن صارت جاهزة. طلعوا معي تقريبا 6 قضبان من حلاوة الجبن. هلا بحطها بالبراد، يفضل تخلوها ليلة كاملة لتاني نهار لتقطعوها وتستمتعوا بأكلها. وهي حلاوة الجبن صارت جاهزة باردة تمام، قعدت ليلة كاملة بالبراد. شوفوا لي اياها احلاها. هلا بدنا نفتحهم، ونقصقصهم. قالب عملي قالب روعة، وبتغطوها بالنايلون. لازم تحطوا له النايلون هذا مشان ما يتغير لونه. بنشوف كيف بدنا نظبطها. نفتح البلاستيك المغلفة ونحطها بالصحن ومنقصقصها. هلا انتو حسب السماكة تكون اياها تكون مقطعة، بس حسب الضيوف اللي عندكم. اذا عندكم ضيوف كتير ممكن تصغروا حجم الحبة تصغروا. وهي جات حلاوة الجبن عطرية الأكاديمية جاهز، ولا أروع من هيك، بالقشطة المضبوطة بطعمة الجبنة. اللي بده يحط له قطر. وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا تدعموني بالضغط على زر الإعجاب واشتراك القناة إذا ما كنتم مشتركين. إلى اللقاء.